في بداية يعني ودي أنوه أنه يعني حصل خلط في الأسماء. فالأخت المهندسة لما أشارت إلى المجلس الأعلى للتخطيط هذا غير سليم، فهي كانت تقصد الأمانة العامة للتخطيط، فإحنا عندنا تنسيق معاهم بشكل مباشر، وهناك فرق بين المجلس الأعلى للتخطيط والأمانة العامة للتخطيط. كلنا نعرف دور المجلس الأعلى هو دور يضع الخطط والاستراتيجيات العامة، أما الأمانة العامة للتخطيط فهي دورها تنفيذي وتنفذ هذه السياسات. هذا الجزء الأول، واللي كنا نحب نؤكد عليه أنه لا دور للمجلس الأعلى للتخطيط في موضوع ترشيد الاستهلاك بشكل عام. الآن فيما يخص التنسيق ما بين الوزارة والأمانة العامة للتخطيط، فإحنا دائما نحرص على أن نحقق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف السادس والخاص بالمحافظة على البيئة وتنمية مصادر المياه والاستخدام الأمثل له. فدور الأمانة حقيقة يعني يتمثل في عقد ورشة تعريفية عن أهمية دراسة الأنماط السلوكية الخاصة بالاستهلاك اليومي. الاستهلاك احنا نتكلم بشكل عام بجميع مناحي الحياة، وبشكل خاص احنا نتكلم عن استخدامات الطاقة والمياه وكيفية معالجة هذا السلوك الإسرافي حقيقة في هذا المجال. نعم، بالنسبة لمهندس محمد، خطة وزارة الكهرباء والماء في عملية الترشيد أو نشر ثقافة الترشيد إن صح التعبير، علما أن الوزارة تترأس فريق الترشيد الخليجي، هل الثقافة تقتصر على المطبوعات التوعوية فقط أم هناك أيضا ثقافة تقنية لهذا الموضوع؟ أخي الكريم شكرا على هذا السؤال. بالفعل الوزارة تحرص على تعزيز مفهوم الترشيد، وخصوصا كلنا نعرف أن الدعم الذي يقدم لهذا القطاع من قبل الدولة يصل إلى تقريبا 2.5 مليار دينار سنويا. قيمة الوقود فقط المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه للسنة المالية السابقة وصل إلى تقريبا 1.3 مليون دينار، وتصل تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء 35 فلس، بينما تكلفة إنتاج الألف جالون من المياه تصل إلى 7 دنانير. فإحنا دائما حقيقة حريصين على أن يعني ندير موارد الدولة بفكر يحافظ على استدامة هذه الموارد، وبالتالي تعزيز مفهوم الترشيد هذا اليوم أصبح مطلب، وهذه لغة عالمية. ترى هذا اللي إحنا اليوم قاعدين نقوله فيما يخص الترشيد واستخدام الموارد الدولة، هذه لغة عالمية، وهناك أيضا أبحاث ودراسات متعددة في مجال كيفية الترشيد سواء لأنظمة الكهرباء. إذا كنا نتكلم في الكهرباء فهناك أنظمة متطورة سواء فيما يخص أنظمة الإضاءة أو التكييف وطريقة البناء، وكذلك استخدامات المياه هناك أيضا أنظمة متطورة وتقنية لتركيب ما يسمى بالمرشدات اللي في النهاية تؤدي إلى القرض المطلوب وهو ترشيد استهلاك هذه يعني النعمة. وأيضا احنا ودنا ننوه للجميع، ترى لو نوفر فقط 10% من استهلاكنا سواء الكهرباء أو المياه من خلال استخدام التقنيات الحديثة، احنا نتكلم عن توفير ما يقارب 130 مليون دينار سنويا، وهذا رقم جدا عالي. وبالتالي احنا دائما نحرص على ان تكون رسالتنا ترشيدية، وايضا يجب ان نوضح للمستهلكين انه دائما سياسة وزارة الكهرباء والماء ان استمتعوا بخدمات الكهرباء والمياه ولكن بقدر حاجتكم، بمعنى انه انت بامكانك ان ترشد استهلاكك من خلال استخدام هذه التقنيات الحديثة، وتوفر على سواء فاتورتك وأيضا بالتبعية يتم التوفير على الدولة. نعم، وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات.